Что то апуни верду? Родина! Родина? هل تريد خيوطنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وسيم كيالي، مخرج مسرحي، عم أعمل حاليا في مركز الأناضول الثقافي في مدينة الباب. من خلال الحقيبة الفنية قمنا بعمل دورة إعداد ممثل، استهدفنا فيها الفئة العمرية الصغيرة بما يقارب 20 طالب تقريبا. العمل كان عمل نوعي جديد من نوعه في مدينة الباب، العمل الأول تقريبا. تمكننا من بخلال فترة تدريب بما يقارب الشهرين للشهرين ونص من إنتاج أول دورة، وهي نواة المسرح اللي راح تكون إن شاء الله في مدينة الباب. اليوم كان العمل الختامي للدورة، اتضمن على 3 فقرات. الفقرة الأولى كانت فقرة كوميدية بعنوان أنواع المسرح، عرفنا من خلالها على أنواع المسرح. الفقرة الثانية كانت مناظرة بين العلم والمال، أدوها 3 طالبات متميزات. الفقرة الثالثة الطلاب هون حبوا يعبروا عن مشاعرهم، حبوا يعبروا عن مشاكلهم اللي عم تواجههم، واللي هي قضية العلم والتعليم. فنحن حكوا الطلاب انه نحن راحت علينا سنوات دراسية كثيرة وتأثرنا بسبب الحرب. خلاصتها علمونا منيح، علمونا منيح، علمونا منيح. السلام عليكم، أنا ميسم، عمري 11 سنة، أنا بمركز الأناضول الثقافي بمدينة الباب. تعلمت كتير أشياء ومنها المسرح. اليوم عملنا عرض مسرحي، وأنا كان دوري بمسرحية بفقرة المناظرة بين العلم والمال. أنا أخذت دور المال وكتير انبسطت. السلام عليكم، أنا سلام من مركز الأناضول الثقافي، أنا من المسرح. تعلمت المسرح وكانت فقرتي عن علمونا منيح. أنا كتير مبسوطة بهذا المركز وبتمنى أن أطل فيه.